أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب آخر من أبواب كتاب أصول الكافي، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. قد ذكرنا فيما مضى أن دليل إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام متعدد، منه الدليل العقلي ومنه الدليل النقلي. في هذا الباب يختار الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض الأحاديث التي تدل على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحديث الأول عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. ابتدأ كلامه أبو بصير بسؤال معنى هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من يراد بأولي الأمر؟ هل يراد بهم العلماء، أو يراد بهم الحكام، أو يراد بهم أمراء الجيوش، أو يراد بهم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هذه الآية سياقها ومعناها يدل في أنها نزلت في الأئمة من أهل البيت، وقد ذكرنا فيما مضى شطرا من وجه دلالة هذه الآية الشريفة، ونذكر وجها من ذلك بشكل مختصر. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد قرن طاعة أولي الأمر بطاعة الرسول وبطاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة مطلقة في كل شيء. الله سبحانه وتعالى لا يخطئ في شيء، وكل أوامره ونواهيه صحيحة، وهو الخالق فتجب إطاعته في كل شيء. هذه إطاعة بالذات، يعني وجوبها ذاتي لا يحتاج بجعل من أحد، إن الله هو الخالق الرازق، وهذا هو سبب وجوب طاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إطاعة الرسول أيضا مطلقة، ولكن بأمر من الله سبحانه وتعالى، يعني الله أوجب طاعة الرسول. الرسول معصوم فلا يخطئ، فجميع أوامره ونواهيه متطابقة مع أوامر الله ونواهيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم نأتي إلى أولي الأمر. أولو الأمر إذا لم يكونوا معصومين، يعني شنو؟ يعني يحتمل في حقهم الخطأ، يحتمل في حقهم العصيان. زين، إذا الله سبحانه وتعالى أمر بشيء، وأولي الأمر إذا لم يكن معصوما نهى عن ذلك الشيء، هسه احنا لازم نطيع الله لو نطيع هذا الشخص، طبعا لازم نطيع الله سبحانه وتعالى. إطاعة الله لازمة، ومخالفة هذا الشخص لازمة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فصار تناقض في الآية. الله سبحانه وتعالى من طرف يقول أطيعوا الله، ومن طرف يقول أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا هذا أولي الأمر ما كان معصوما وأخطأ، هل نطيع الله أو نطيع أولي الأمر الذي لم يكن معصوما حسب فرضكم وكان مخطئا؟ إذا تريد هم تطيع الله هم تطيع أولي الأمر ما يمكن، لأنه طرفي نقيض، كان في خطأ أولي الأمر حسب هذا المعنى أو عصيانه. فإذن حتى لا يكون في الآية تناقض بدلالة الاقتضاء، أولو الأمر يجب أن يكونوا معصومين بحيث أنهم لا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى في أي شيء، بحيث إذا أطعته فقد أطعت الله، لأنه لا يأمر بشيء يخالف الله سبحانه وتعالى ولا ينهى عن شيء يخالف نهي الله سبحانه وتعالى، يعني لا يخطئ ولا يعصي، يعني يكون معصوم. فإذن هذه الآية تدل على عصمة أولي الأمر، لأن الله قد قرن طاعة أولي الأمر بطاعة الرسول، وقرن طاعة الرسول بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا تبين أنه لا بد لأولي الأمر أن يكونوا معصومين، نجي إلى الخلفاء باستثناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أجمعت الأمة على أنهم ليسوا بمعصومين. نجي إلى أمراء السرايا باستثناء علي بن أبي طالب، أجمعت الأمة على أنهم ليسوا بمعصومين. نأتي إلى العلماء باستثناء الأئمة من أهل البيت، أجمعت الأمة على أنهم ليسوا بمعصومين. فإذا هذه الآية لا تشمل غير الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هسه إذا واحد يجي يقول الأئمة من أهل البيت أيضا ليسوا مشمولين بهذه الآية، فنقول لهم فمعنى ذلك أن هذه الآية لا مصداق لها، يصير كلام لغو، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن اللغو والعبث. هذه الآية لها مصداق، أولو الأمر في هذه الآية وأولي الأمر منكم لها مصداق. من هم المصداق؟ المعصومون، وأجمعت الأمة على عدم عصمة سائر الخلفاء وسائر العلماء وسائر الأمراء. فإذن هذه الآية تدل على إمامة الأئمة من أهل البيت، وقد نزلت فيهم فقط. فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. طبعا هذه الآية نزلت في جميع الأئمة، لكن شأن النزول حين نزول هذه الآية كان هؤلاء الثلاثة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا موجودين في وقت نزول هذه الآية، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين. أما سائر الأئمة لم يكونوا موجودين، فالآية تشملهم بعد ولادتهم. هنا أبو بصير يأتي ويسأل، فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. هذه شبهة قديمة. أبو بصير يسأل الإمام الصادق، يقول إن الناس العامة يقولون إذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك سائر الأئمة من بعده، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يصرح بأسمائهم في القرآن الكريم؟ الجواب على ذلك أجوبة متعددة، لكن نحن نختصر الأجوبة ونذكر جواب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهو أحد هذه الأجوبة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر وجوب الإيمان بالأنبياء. لا يجوز لنا أن ننكر نبوة نبي من الأنبياء، ولا يجوز لنا أن نفرق بين الأنبياء. ومن أنكر نبيا من الأنبياء فقد كفر، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر أسماء جميع الأنبياء، وإنما ذكر نيفوا 20 24 25 واحد من الأنبياء. والأنبياء آلاف مؤلفة. زين، الاعتقاد بالرسل الذين لم يذكر الله سبحانه وتعالى أسماءهم في كتابه، واجب لو مو واجب؟ واجب، من أصول الدين. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يذكر أسماءهم في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن الكريم عادة يذكر الأمور العامة، أما التفاصيل عادة أوكلها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر وجوب الصلاة في القرآن الكريم، لكن تفاصيل الصلاة التي نصليها الرسول صلى الله عليه وآله بيّنها. هل في القرآن يوجد أن صلاة الصبح ركعتان؟ هل يوجد في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات مثلا؟ كلا، الرسول صلى الله عليه وآله بيّنه، مع أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. بالنسبة للزكاة، الله سبحانه وتعالى أمر بالزكاة، لكن تفاصيل الزكاة الله سبحانه وتعالى أوكلها إلى الرسول. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله سبحانه وتعالى أوكل أكثر التفاصيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى أوجب الحج. زين، كم طواف حول الكعبة يجب علينا؟ أسبوعا، يعني 7 مرات تطوف حول الكعبة. هل ذكر ذلك في القرآن الكريم؟ كلا، الله سبحانه وتعالى أوكله إلى الرسول صلى الله عليه وآله. في مسألة الإمامة، الله سبحانه وتعالى بيّن أصل الإمامة في القرآن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أصل الإمامة الله سبحانه وتعالى بيّنه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كما شرحنا. فأولا الله سبحانه وتعالى يبين الأصول والتفاصيل يتركها لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أولا. وثانيا الله سبحانه وتعالى ذكر أوصاف الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مجال إمامته، وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على الإمام علي بن أبي طالب. مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الوصف، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يتصدق في حال الركوع. هذا وصف لم ينطبق إلا على الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والأئمة من بعده أيضا، لأن كل واحد منهم صنع نفس هذا الصنيع. فالله سبحانه وتعالى ذكر الوصف الذي لا ينطبق إلا على الإمام علي عليه الصلاة والسلام. زين، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يصرح؟ هسه كان يصرح، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا ذكر بعض تفاصيل في القرآن الكريم. لماذا لم يصرح هنا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أراد حفظ القرآن من الزيادة والنقيصة، لكن حفظا بالطرق الطبيعية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ بالطرق الطبيعية. الطريق الطبيعي لحفظ القرآن شنو كان؟ أن الرسول كان يتلو القرآن، وكان هناك المصحف الإمام موجود خلف منبر الرسول صلى الله عليه وآله، والمسلمون كانوا يأتون ويستنسخون القرآن من هذا المصحف، وكلما نزلت آية أضيفت في موقعها بأمر الرسول في أماكنها. يعني هذا الترتيب اللي الآن عندنا في القرآن، من سورة البقرة من سورة الحمد إلى سورة الناس، هذا هو ترتيب رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله. وأيضا المسلمون كانوا يكتبون الآيات التي تنزل، وبعد ذلك استنسخت هذه القرائن وانتشرت في الأمصار إلى أن وصلت إلينا. هذا طريق طبيعي لحفظ القرآن. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحفظ القرآن بطريق غير طبيعي بالإعجاز، كما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر رسوله بالطرق الإعجازية ليست بالطرق الطبيعية. لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الدين أن ينتشر وأن يحفظ القرآن بالطرق الطبيعية. هذه الطرق الطبيعية لم تتوفر في التوراة، لم تتوفر في الإنجيل، لذا حرفت، والله سبحانه وتعالى غيبيا لم يتدخل لحفظها. لو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان مذكورا في القرآن الكريم بالصراحة، كان حكام الجور يحرفون القرآن. فكان الله إذا يريد أن يحفظ القرآن لازم يحفظه بالطريق الإعجازي غير الطبيعي، والله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك. أراد أن يكون الحفظ بالطرق الطبيعية، لذا هيئ الأسباب لذلك، ومن جملة الأسباب عدم التصريح. هذا ثانيا. ثالثا، اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد ورد في بعض الآيات القرآنية، لكن بطريقة حسب التعبير المجازي بطريقة ذكية، حتى لا يلتفت حكام الجور ليحذفوها ليحرفوا القرآن. مثلا في قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في سورة الزخرف الآية 4. لعلي حكيم، هذا اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما في بعض الأحاديث، وليس وصفا للقرآن فقط. أو في آية أخرى في سورة مريم الآية 50: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا عليا بدل من لسان صدق، يعني وجعلنا لهم عليا عليه الصلاة والسلام، وليس وصفا للسان، لأن اللسان لا يوصف بالعلو. لسان عالي لا يقال، لسان علي لا يقال، والقرآن أفصح الكتب، فعليا بدل عن لسان صدق. ومن الأجوبة النقض، الذين لا يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يعتقدون بأبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع. نسألهم: لماذا أسماء خلفائكم لم تذكر في القرآن؟ يمكن يجي يقول: إحنا لا نعتقد بأن الخلفاء من أصول الدين. نقول لهم: بلى، أنتم تقولون إنهم ليسوا من أصول الدين، لكن عملا تتعاملون مع الاعتقاد بهم تعامل الاعتقاد بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله. يعني مثلا إذا واحد أنكر خلافتهم، إذا فد واحد من المسلمين جاء وقال: لا أعتقد بخلافة أبي بكر، لا أعتقد بخلافة عمر، لا أعتقد بخلافة عثمان، ماذا تقولون فيه؟ تقولون إنه ضال، لماذا ضل؟ الإسلام كمل في حياة الرسول. اليوم أكملت لكم دينكم، وأنتم تعترفون أن الرسول لم يعين أبا بكر ولا عمر ولا عثمان للخلافة، وإنما المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمعوا فاختاروا هؤلاء مثلا، هكذا تقولون. فإذن الاعتقاد بإمامتهم وخلافتهم ليست من الدين، لأن الدين قد كمل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، فلماذا تقولون بضلال من أنكر خلافتهم؟ هسه أفرضوا إذا فد واحد إجا مثلا وقال إن البيعة للمأمون العباسي مثلا لم تكن بيعة صحيحة، فهو لم يكن خليفة رسول الله. إن البيعة لسلطان مراد العثماني لم تكن بيعة صحيحة، فليس هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هل تضللوه؟ لا. إذا خلافة الثلاثة كان أمرا بعد إكمال الدين وليس من الدين في شيء، لماذا تقولون بضلال من لا يعتقد بخلافتهم؟ لماذا تكفرون من حاربهم؟ لماذا إذا واحد حارب أبا بكر أو حارب عمر أو حارب عثمان، لماذا تكفروهم؟ لماذا أبحتم دماء وأموال وأعراض مناوئيهم؟ هذا معناه أنكم تعتقدون بأنهم من أصول الدين، لذا تضللون من ينكر خلافتهم وتصنعون بهم وتعتقدون بهم ما ذكرناه. ولا زال ركن مذهبهم هو الاعتقاد بالثلاثة، مع أنه على فرض مبانيكم، على مبانيكم لو فرض صحة بيعتهم مثلا، لو فرضنا خلافتهم راح تكون أمر تاريخي، مثل أي حاكم بويع وحكم ثم مات، مثل سائر الخلفاء الذين تعتقدون بصحة مبايعتهم من العباسيين والعثمانيين والأمويين وغيرهم. فإذن خلافتهم لا ربط لها بالدين ولا بالعقيدة حسب مبانيكم، لكن تناقضون أنفسكم بما ذكرناه، تضللون من يخالفهم، من لا يعتقد بإمامتهم. فإذن أنتم عملا تعتقدون أنهم من أصول الدين، لماذا لم يذكر أسماؤهم في القرآن الكريم؟ تقولون ذكرت أدلة عامة مثلا، راح نجيب بنفس الجواب. طبعا الأجوبة نقضا وحلا كثيرة، والأخ السيد المرتضى حفظه الله تعالى له كتاب باسم التصريح باسم الإمام علي بن أبي طالب في القرآن الكريم، ذكر كثيرا من الأجوبة الحلية والنقضية. زين، هنا أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل؟ فقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: قولوا لهم، يعني في جوابهم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك. صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، هذا لم يرد في القرآن، الرسول هو الذي بيّن. في القرآن ورد: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهما درهم، يعني في الدراهم إذا بلغت الدراهم 200 درهم يجب فيها الزكاة درهما 5 دراهم. يعني شنو يعني؟ كل 40 درهم من 200 درهم، كل 40 درهم فيه درهم واحد من 40 جزء. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يبين ذلك في القرآن؟ حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا، يعني 7 أشواط، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك. ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية نزلت، الآية اللي سأل عنها أبو بصير. هذه الآية الرسول فسرها ونزلت في علي والحسن والحسين عليهم السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ماذا صنع رسول الله؟ هذه الآية فسرها في يوم الغدير، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، لأن المولى بمعنى الأولى بالتصرف، وليس في هذا الحديث بمعنى المحب أو الناصر، لأن هذا الحديث أولا من حيث السند حديث متواتر. أكو بعض مخالفي أهل البيت في المرحلة الأولى أي حديث ورد في شأنهم يحاول أن يضعفه، لكن هذا حديث لا يمكن تضعيفه، لذا حتى مثل ابن تيمية صحح هذا الحديث. ما يقدر يستشكل في السند، يجي في الدلالة يحاول تخريب الدلالة. من كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت محبه فعلي يحبه، من كنت صديقه فعلي صديقه، هكذا يتلاعب بمعنى هذا الحديث، مع أن هذا الحديث هنا المولى واضح بقراء متعددة قطعية بأنه يراد منه الأولى بالتصرف، يعني الحاكم الخليفة. شنو هي القرائن؟ بشكل مختصر، أولا الرسول صلى الله عليه وآله جمع الصحابة في الجحفة في الحر الشديد بعد رجوعه من حجة الوداع. المتقدمين أمر أن يرجعون، المتأخرين انتظرهم حتى يوصلون. فلما اجتمعوا قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وثلاثة أيام أخذ منهم البيعة. زين، يريد يقول للناس الشخص اللي أنا أحبه علي بن أبي طالب يحبه هو هذا؟ فد واحد كان يمثل مثال لطيف، يقول قائد طائرة، فالطائرة تطير بشكل طبيعي، يهبط هبوطا اضطراريا ثم ينزل كل الركاب في مطار في درجة حرارة 50 درجة، ثم يقول لهم: أيها الركاب، الشخص اللي أنا أحبه هذا مساعد الطيار يحبه أيضا، يلا خلينا نركب بالطائرة ونطير. هذا عمل عقلائي، هذا عمل مستهجن أصلا لا يصنعه عاقل. فإذا صنع عاقل مثل هذا الأمر يتبين أن هذا الأمر أمر مهم جدا. الشخص اللي أنا أحبه علي بن أبي طالب يحبه، شنو هذا الكلام يعني؟ في هذا الموقف هكذا يقول لهم؟ لا، فهذه قرينة قطعية، والرسول سيد الحكماء وأعقل العقلاء، هذه قرينة قطعية على أن المقصود شيء آخر مهم وهو الإمرة والخلافة، ولذلك أخذ منهم البيعة. هذا أولا. ثانيا، قبل أن يقول هذه الكلمة من كنت مولاه فعلي مولاه، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. زين، إذا يريد يقول أني اللي أحب علي بن أبي طالب يحبه، أو اللي أنا أنصره علي بن أبي طالب ينصره، كان يحتاج إلى هذه المقدمة. شنو ربط هذه المقدمة بهذا الكلام؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي مولاه، يعني أولى به من نفسه، وهذا معنى الإمامة الكبرى. وثالثا من القرائن أيضا بعد هذا المقطع: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه قرينة أخرى على إرادة الإمامة الكبرى، لأن الإمامة الكبرى تحتاج إلى أعوان وأنصار ودفع الأعداء، لأن جعل الإمامة في أي شخص يثير الحسد والضغائن، وخاصة الإمام علي عليه السلام الذي قتل كثيرا من شخصياتهم في غزوات الرسول صلى الله عليه وآله. وإذا لم يرد الإمامة الكبرى من هذا الحديث هذا الدعاء ما كان إلى ربط، والرسول حكيم لا يقول كلاما غير مرتبط. وأيضا قرينة أخرى أنه الآية نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا يبين أنه أمر كبير مهم جدا، بحيث أن الرسول إذا لم يبلغه فما بلغ الرسالة، يعني تبين أنه من أصول الدين، لأن إذا واحد أنكر أصول الدين خلص فدينه مو مقبول. يعني إذا واحد أنكر التوحيد هذا كافر، إذا واحد أنكر نبوة الرسول صلى الله عليه وآله هذا كافر، إذا واحد أنكر المعاد فهو ليس بمسلم. أصول الدين هذه أمور هامة، إذا الرسول ما كان يبلغ المعاد رسالته كانت مو ناقصة أصلا، لم يبلغها، فهذا يدل على أن الأمر يرتبط بأصل من أصول الدين: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. زين، هذا الأمر يعني فقط أنه أنا أحب علي بن أبي طالب، أنا أحب الشخص اللي أنا أحب علي بن أبي طالب أم يحبه، يعني بس هذا اللي الله سبحانه وتعالى يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ هذا واضح أنه ليس يكون هكذا. وبعد بيعة الغدير نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا الكلام في حديث الغدير كلام مفصل، لكن احنا بالمقدار الذي يرتبط بشرح هذا الحديث الشريف ذكرناه. بعدين الإمام الصادق يستمر في ذكر النصوص التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله في إمامة أمير المؤمنين والأئمة عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، نتركها إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.